مساء الخير على كل مشجعي مشجعات مهارات عظيمة. أهلا بحضراتكم حلقة جديدة من حلقتنا. إن شاء الله النهاردة نعمل مع بعض مهارات جديدة بناء على طلب حضراتكم، وهنبدأ بالبلويف. إن شاء الله البلويف وصفته جميلة وبسيطة وسهلة، ليه طريقتين. أنا النهاردة حبيت أعمل الطريقة الأسهل علشان ليه طريقة تانية بالنقع والتخليل في اللحم نفسه، يبقى أنا قدمت حاجة مختلفة. يبقى حضراتكم لما تعملوا سيرش تلاقوا الطريقتين، الطريقة اللي تناسب حضراتكم الأفضل والأسرع عليكم استخدموها. الحقيقة أنا الطريقة الأولى في التخليل، لأن أنا استخدمت قطع لحم فيها نسبة من الـ 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 يعني من الدهون كانت كويسة، فأنا نقعته وخللت قطع اللحم اللي كانت موجودة عندي وحطيت معها التوابل والورق اللورة وسبتها تاخد وقتها. دي كانت الطريقة اللي أنا استخدمتها في الأول، وبعدين بدأت أخده وأطحنه وأحط له بقى الجيلاتين بتاعه والحاجة الخاصة بيه. النهاردة هنعمله باللحمة المفرومة، طريقة سهلة وبسيطة، ويبقى ليه بعض المنكهات، وإن شاء الله برضو هنشوف شكله عامل إزاي. أنا عاملة اتنين في التلاجة ننزلهم ونشوفهم مع بعض. طبعا هي الفكرة إنه لحم طبيعي إحنا عاملينه في البيت، فإحنا ضامنينه بشكل جميل، في نسبة دهن يعني دهون كويسة، دهون مش ليا، عشان في ناس بيختلط عليها الأمر بين اللية وبين الدهون. الدهون دي اللي بتبقى يسموها إيه، بيقولوا عليها إيه، لبة دوش، اللي هي بياخدوها مع الحواوشي، دهون اللحم اللي بتبقى جوه مع الحيوان نفسه. اللية دي بتبقى بره في الخروف اللي بره في آخر مؤخرته خالص، دي اللية دي لما بتتسيح بتبقى يعني ايه زي السمن كده، ويبقى ليها ريحه قويه جدا. بيستخدموها بقى ايه في يعني بياخدوا يطعموا بيها حاجات معينه. في ناس غاويه موضوع اللية ده، بتحبه وتحب الطعم بيه شاورمات، تطعم بيه حاجات، او منديل بطن الخروف في ناس بتحب تحطه، او اللية دي تاخدها وتروح مسيحاها. وليها فوائد قد ما هي ليها يعني اضرار لو كترنا منها. فاحنا النهارده هنستخدم اللحمه المفرومه او اللحم اللي عندنا اللي هو فيه نسبه دهون عاديه خالص مش اللي هي. طيب نقول المقادير كده، وبعدين احنا هنتكلم مع بعض واحنا شغالين برضو عن التكنيك، هعمله بطريقه سهله وبسيطه جدا. البلوبيف عندي لو هنستخدم كيلو من اللحمه المفرومه فيها حوالي 100 جرام دهن او 200 جرام لحد 200 جرام، الدنيا جميله جدا خالص. طيب عندي الخليط الاول، فيه كوبايه الا ربع ميه، كوبايه الا ربع خل، معلقه كبيره سماء، معلقتين ورق لورا، فصوص حبهان، ميه ولون طعام احمر، ده اختياري. اللي مش عايز يحط لون ويخليه بلونه الطبيعي مفيش مشكله خالص. انا عملته في الفيديو، لو حضراتكم عملتوا سيرش عليه هتلاقوه من غير اضافه الوان، ده بيبقى شكله. والنهارده احنا حاطين تقريبا تطعيمه لون تكاد لا تسكن، يمكن نقطه، فالنقطه دي هي يمكن اللي فرقت، وهوريكم دلوقتي حالا. طيب الخليط الثاني حطيت له معلقه كبيره سماء ولون الاحمر وفلفل اسود ومعلقه الجيلاتين وميه مغليه. ممكن نستخدم كمان الميه الساقعه او الميه المغليه، انا بس بحاول ايه اكسب وقت. الجيلاتين عموما انواع، في منه النباتي زي ما اتفقنا، وفي منه الحيواني. النباتي بيبقى شبه السكر الابيض كده شويه، وبيبقى خفيف يعني ما بيبقاش قوي قوي في يعني ايه، محتاج حاجه خفيفه تحطوها فيها دوب تدي كده تاتش. لكن الحيواني دايما بيكون اقوى شويه، بيبقى لونه كده لونه بني شويه او بيج، وبيبقى من جلود الحيوانات. لكن النباتي ده بيبقى ممكن من الاسماك، من الطحالب البحريه يعني. لكن النباتي ملوش ريحه ولا طعم، الحيواني ممكن تحسوا ليه شويه طعم وريحه كده خفيفه، لكن بيبقى قوي جدا. تمام؟ طب نعرفه ازاي اذا كان كويس ولا وحش؟ لو احنا دوبناه على ميه ساقعه، يعني دوبنا معلقه الجيلاتين دي بميه ساقعه، هو الطبيعي ان احنا ندوب في ميه سخنه، بس احنا دوبناه في ميه ساقعه وسبناه يدوب اولا، ثانيا نحطه في جنب تلاقوه قفش ومسك وبقى حته كتله زي بعض، ده كده جيلاتين مظبوط يعني نوعه كويس. عايز اقول لكم ان الجيلاتين النباتي ده بيبقى فيه نسبه عاليه من الكالسيوم اللي جاي من الطحالب ومن الاسماك، ويعني ليه اماكن معينه بيبقى مكتوب على فكره على الاكياس بتاعته. فهو برضو من الحاجات الجميله، مش كل حاجات الحيوان اقروها، اقروا عليه على علبه الجيلاتين او ان ده مكتوب عليه ايه اي نوع من الحيوانات، عشان في انواع انا عارفه ان في بعض الناس بتتخوف منها. الحيواني بقى بيبقى فيه نسبه بروتين بنسبه كبيره جدا، حوالي 99%، فما ينفعش نكسر منه كتير يعني. طيب تعالوا نقول بسم الله. بصوا بقى انا هبدا النهارده بوصفه بسيطه وسهله، فانا مش هعمل النقع اللي انا قلته لحضراتكم، فكره ان انا احط محلول واحط فيه كل التوابل بتاعتي دي واسيب اللحمه تتنقع فيه يومين او ثلاثه، بس خليني اخفف نسبه الميه هنا عشان احط شويه. بسم الله كده انا هاخد كده النسبه دي
ونفتح النار كده. بسم الله الرحمن الرحيم. ده سهل قوي باللحمه المفرومه. وهنلبس كده الجلافزات وهديله يعني هنكه المرق ده. حطيت بصلايه، حطيت ورق لورا، حطيت مثلا حبهان. وانا البصلايه دي هاخدها وانا بفرم مع الايه، مع البلوبيف. كل ده بيتضرب في الكبه وبحط معاه معلقه الجيلاتين. سهل وبسيط وجميل وبيتعمل في ثواني. وبعد كده مش هتبطلوا تعملوه في البيت زي ما عملنا اللانشون قبل كده، سواء اللانشون من غير لحمه او بفراخ او باللحمه. ان شاء الله البلوبيف، وببعته لمدام منال عشان هي قالت لي انا عايزه اشوف البلوبيف. فانا عندي هنا هحط ورقتين لورا، وهحط كام فص حبهان. انا عارفه حبيبتي، بس انا بحط تاني. وبعدين اللحمه دي هبدا اخدها كده، هحط عليها حاجات بسيطه قوي من الملح، الفلفل، رشه بسيطه من السماق، وعندي هقلبها كده مع بعض. وهنعمل عايزه اقول لكم ان في ناس مختلط عليها الامر في كلمه بلوبيف، فاكرينه انه اللحم الازرق على، لكن هو اسمه بول بيف، يعني بول اللي هي بي يو دبل ال، مش بلو مش ازرق. يقال عليه انه هو اللحم البقري او لحم الثور، يعني الثور اللي هو زوج البقره ده. هنعمل كده كور عشان اللحمه المفرومه ما ينفعش احطها كده زي ما هي، هعملها كور عشان تبقى متماسكه، اعرف امسكها وانشيلها تاني من المرق. بسم الله، حطه كده كده. بسم الله، دي لسه ما اضفلهاش حاجه احنا عشان في الاهلي بس، فاللون الاحمر هو الايه السائد عندنا. معانا استاذه مين؟ يا ريت الصوت بعد اذنك. معانا استاذه حنان، اهلا وسهلا من الاقصر، اهلا بيكوا اهل الاقصر، يا مرحب. كويسه الحمد لله حبيبتي، يا مرحب. عليك والله يا حبيبتي، ربنا يسعدك. تحيه لكل اهل الاقصر. ممكن اطلب منك طلب لو سمحتي؟ اتفضلي يا حبيبتي، اتفضلي. اطلب منك رز معمر الحادق بس لو سمحتي. من عيني الاثنين، حاضر هنزلهولك حالا يا حبيبه قلبي. شرفتيني ونورتيني. تحيه لكل اهل الاقصر واسوان، حقيقه اكرم ناس واطيب ناس، ويعني الواحد بيروح عندكم بيحس كده احساس جميل، طبيعه خلابه وفي مناطق اللي احنا بنعتز بيها في مصر جدا. فيعني الحقيقه انتوا واجهه مشرفه لينا عموما على المستوى، نقول ايه، مستوى السياحه والناس اللي بتزورنا وبتحب تيجي الاقصر واسوان، وعلى المستوى الانساني كمان في الكرم وفي التعاملات وفي كل شيء. من فضلك يا ندى، عايزين ننزل الرز المعمر. ماشي حبايبي. معانا ام اسلام حبيبتي، صباح الفل والهنا. صباح الفل يا حبيبه قلبي. ازيك يا روح قلبي؟ الحمد لله يا حبيبتي واحساني والله يا عزيزي. وانتي اكتر والله يا حبيبه عمري. يبارك لك يا حبيبتي، دايما يا رب يحبب فيكي خلقه كمان وكمان يا رب. امين، وما يحرمنيش من سماع صوتك ولا ابدا. يا حبيبتي الاصناف الجميله اللي انت بتعمليها دي. لا ده انا عايزاكوا تشوفوا البلوبيف ده وتقولي رايك فيه ايه. لا هو واضح انه جميل بجد وعايزه اجربه. حبيبي وسهل والله، انا حبيت اعمله بطريقه سهله. انا اتعلمت منك برضو الاجبان. يا ربنا يبارك لك. الله يسعد قلبك يا روح. ربنا يخليك يا حبيبتي. شرف ليا والله. كل حاجه والله بتعمليها جميله. حبيبتي تسلمي لي والله، كلك ذوق يا حبيبتي. حبيبتي قلبي زي ما انت بتسعدينا كده دايما. حبيبتي امين يا رب، ويخليكوا ليا يا رب بصحة وعافية. وسلام لكل كرو البرنامج يا حبيبة قلبي. يوصل يا حبيبتي، شرفتينا يا حبيبتي ونورتينا. شكرا يا قلبي. تسلمي لي يا أم إسلام. اسمحوا لي بقى أشكر كمان أم جوزيف. أم جوزيف بعتت لي من الصعيد، أنا كنت أول مرة أشوف اللوبيا الخضراء.
اللوبيا الخضراء سبحان الله عامله زي الفاصوليا الخضراء بس مش بنفس التخانه، رفيعه ارفع طبعا. كان نفسي يعني الحق اعملها بس والله جات لي في وسط الاسبوع فما كانش في مجال ان انا يعني اكون مع حضراتكم، كانت هتصفر فكان لازم الحقها خضراء. ف يعني وانا ما بحبش احط الحاجه في الفريزر، عشان بس تقولوش حطيتهاش في الفريزر ليه وجيت عملتها، لا ما بحبش اكلها من الفريزر. ف رفيعه فتحت كده الحبات عامله لي فيديو جميل، لقيت حبة اللوبيا اللي بعين سودا اللي احنا بناكلها هنا مجففة أو بنشوفها بعين سودا هي خضرة في الأساس، فسبحان الله دي كانت بالنسبة لي حاجة جميلة، وده الموسم بتاعها وبتخلص بسرعة. صراحة رائعة رائعة، تسلم إيديها وعينيها وشكرا على تعبك حبيبتي، وشكرا ويسلم رجلين اللي جابها لي لحد عندي حقيقي والله مش هقول مين، بس هقول تسلم رجلي يا رب وعينيه. ناخد مدام سميرة حبيبتي، سلام عليكم. عليكم السلام يا حبيبتي، ازيك؟ يا روح قلبي ازي حضرتك يا مدام سميرة؟ الحمد لله يا حبيبتي وحساني صدقيني يا حبيبتي حضرتك اكتر والله. وعايزه اقول لك ان في سلام ليكي من كندا هولي ونيكول. حبيبه قلبي بصيهم لي كتير بجد. ميرسي يا حبيبتي. حبيبتي وحشوني. تسلم ايدك يا حبيبتي. تسلمي. على كل حاجه بتعمليها. تسلمي مدام سميرة. عايزه اقول لك البلو بيف ده انا كنت فعلا هطلبه منك. يا روحي الحمد لله ان احنا عملناه والله. وانا اكيد هعمله يعني بعد حبيبتي. ما تخلصي الحلقه. اكيد هيطلع جميل من ايديكي مدام سميرة. يا حبيبتي. ويا ريت تبعتي لي التطبيق بقى. حاضر. تسلمي يا حبيبتي. تسلم ايديكي مقدمه. وعايزه السويس رول من ايدك. من عينيا. نعمل حلقه خاصه بالسويس رول بس. ماشي يا حبيبتي. عشان خاطر عيونك. حاضر يا فندم. في حفظ الله يا فندم، مع الف سلامه، مع السلامه. بصوا بقى هتبدا تغلي. طبعا انا هاخد شويه بسيطه من البصل هنا، مش هاخد الطماطم. هاخد البصل، خليني اشيل اللي على الوش ده الخفيف ده عشان ايه ما بيبقاش حلو. ويا نودي اوعي تنسي اللي احنا اتفقنا عليه، الوصفه الجميله بتاعت اهل الاقصر. بصوا بقى هنعمل كالاتي. اولا بسم الله الرحمن الرحيم، شيل بس كده اللي على الوش دول، يطلع المرق حلو هيطلع على طول. والله البلو بيف ده رائع، اعملوه بقى في البيت براحتكم، كلوا بقى بلو بيف بالبيض، اعملوا بيه سندوتشات للولاد. والله انا عملته من اسبوع كده وبقينا نقطع منه نعمل سندوتشات بس كده، مفيش يعني مش محتاج، لان هو كان طعمه حلو قوي يعني متطعم وفي نسبه توابل حلوه، فمش محتاج يعني الحقيقه ان الواحد ايه يعمل حاجه جنب. بس في ناس غاويه بقى البلوبيف بالبيض، احنا النهارده برضو هنعمل بيه ساندوتش كده جميل، الناس اللي بتحب بقى الاجبان السايحه ندخل معانا البلوبيف الحلو اللي احنا عملناه ده. بصوا بقى كده خالص عشان تبقى مظبوطه كده، ويلا بينا. مش هتاخد وقت كتير اللحم، خلوا بالكم. وايه وهنبدا ننشلها من الايه من الشوربه دي. خلاص كده احنا ما بقيناش غير البسطرمه، بس البسطرمه بقى كانت عايزه الصيف، فيعني احنا ممكن نعملها ايه قبل رمضان بقى تبدا تبقى معانا ان شاء الله. اللي عشنا وكان لينا عمر يا رب، ان عشت وكان ليا عمر هعملها مع حضراتكم. عملتها مره قبل كده بكل تفاصيلها لان في ناس بتحبها، ودي تتقطع اربع وتتشال في الفريزر، كل ما تعوزوا منها تاخدوها، عرق تربيانكم يغنيكم طول السنه عن البسطرمه تشتروها من بره. وبرده من الوصفات المحببه عند ناس كتير جدا، ناس كتير جدا بتحبها. طيب هقفل بقى كده خلاص، انا تقريبا هحتاج بقى اللحمه دي اخدها هنا. بسم الله خلينا بقى ننشلها كده في بوله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهاخد معاها البصلايه، هي ما بتاخدش وقت على فكره، شايفين يعني هي ما بتاخدش وقت خالص، والكميه اللي تناسب حضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الاضافات دي ترجع لكم. نرفع بس دي من على النار وننزل مقادير الرز المعمر. ومعانا مدام منال حبيبتي، صباح الفل. الفل على اجمل كيف. حبيبه قلبي ما بتنساش خالص الطلبات اللي بنطلبها منها. لا ما اقدرش والله مدام منال، حاجه غاليه علينا. يا قلبي حبيبه عمر تسلم ايدك مقدمه. تسلم يا حبيبه قلبي. انا سامعاكي كنت بتقولي ان انت جربتيها وعجبت الولاد عندي. عجبتهم.
انا النهارده هنزل ان شاء الله اجيب لحمه مفرومه باذن الله. جربيها وقولي لي وحياتي يا مدام منال، بيهمني رايك. والله اجربها وهبعت لك كمان الطريقه. طيب ابعتي التطبيق. ايوه التطبيق كله، ولو معاكي خطوات صوريها لي وابعتيها لي، بحب قوي كده. خلاص يا حبيبتي. طب بقول لك اللون الاحمر هيطلع احمر قوي ازاي؟ لا مش هيطلع، احنا هنحط لون جل. هاتي الجل. اجيب جل؟ اه هو لون، بصي نقطه واحده بس، الجل ده يعيش معاكي يعني كتير. طب هنحط بابريكا؟ حطي بابريكا، ما تحطي اللي انت عايزاه براحتك، طعميها بالطعم اللي يريحك. طيب اعملي اللي انت عايزاه، انت اللي هتاكليه براحتك. ماشي يا حبيبتي. براحتك حبيبتي، تسلمي يا روح قلبي، تسلمي تسلمي وتعيشي. شكرا ليكي يا مدام منال. هاخد شويه بقى ملح وفلفل هناك كده. تعالي ننزل مقادير رز مع عمر يا حبايب قلبي. بسم الله. هاخد شويه سماق، اللي عايز يحط بابريكا يحط، اللي عايز يحط بهارات خفيفه. بصوا كده، كوبايتين رز، نص كيلو لحمه متقطعه مكعبات، وكوبايه قشطه دي مهمه، او وش اللبن، لتر ونص لبن، ومعلقه كبيره من الزبادي، وثلاث معالق كبار من السمنه، وعود قرفه، وملح وفلفل، وبهارات لحمه. والله هيطلع احلى طاجن معمر باذن الله زي العسل. اللحمه دي انا بشوحها الاول، اديتها تشويحه حلوه، خليتها تاخد التتبيله مع البهارات وعود القرفه، وتبدا تشرب في ميتها، وبدات اخدها مع الرز بقى. حطيت مع الرز الزبادي واللبن، واهم حاجه خلوا نسبه اللبن حلوه ومظبوطه، والقشطه والزبادي ده بيدي طراوه كده وطعم جميل. هي المعلقتين دول مش هيضروا، بس هيدوا طعم حلو. طيب انا هاخد كده شويه من اللون. حاضر يا حبايبي، نقطتين كده هنا، ونشوف اللون مع بعض كده واحنا شغالين. وهاجي اخد الجيلاتين في بوله كده واريها لحضراتكم برضو. بسم الله الرحمن الرحيم. خلوا بالكم ما تكتروش الجيلاتين. بصوا هي المعلقه دي على الكميه دي كويسه جدا. ليه بقى؟ عشان ما يبقاش بيشد، انا عايزاه يتقطع معاكم، يتقطع. بقيت اسكندرانيه بقول يتقطع. من كتر بحبهم بقيت اقول زيهم، يتقطع معاكم بسهوله، ما يبقاش ايه ناشف قوي. بصوا انا بدوبها كده الاول على البارد اهي اهي، شايفينها؟ شايفين ده الجيلاتين الحيواني، شايفين لونه حضراتكم؟ ده لونه اهو. اول بقى ما تعملوه في ميه ساقعه تلاقوه، بصوا بدا يمسك ازاي. ده كده جيلاتين نوعه كويس اهو. في منه علب بيتباع في السوبر ماركت، في منه عند العطار، في منه طبعا في مستحضرات الايه اللي احنا بنستخدمها، المستحضرات بتاعه الحلواني. تعالوا بقى نقفل كده الكبه وندي دي كده لفه، ولو انا احتجت معلقتين مرق ولا حاجه هحطهم. بسم الله. محتاجه انزل اللي في الجناب عشان البصل ده يتفرم معاها. بسم الله. خلاص انا مش هحتاج ايه احط لها مرق ولا حاجه، ولازم نخليه كده. هوريكم دلوقتي اللي احنا عاملينه ومجهزينه. يمكن نحب ندعم اللون حاجه بسيطه ولا كده حلو يا اولاد؟ ها نقطه بس عشان ده سائل. الجل بقى بتحطوا نقطتين خلاص، شكرا. بسم الله. هاخد بقى الجيلاتين. بصوا مسك ازاي اهو. خلاص هي معلقه واحده كفايه جدا على الخليط ده، وده زي بره وكانه ماده حافظه كمان. روح قلبي تسلم ايديكي يا عمري، تسلمي يا بنتي حبيبتي. بصوا كده، تعالوا بقى اخر بس لفه. بسم الله الرحمن الرحيم. اللي عايز بقى يضيف بصل باودر، توم باودر، بس يلا بينا. بسم الله. يلا بينا هناخد بقى هنا. بصوا انا مسحت مسحه زيت خلاص، بسيطه قوي. هنا اعملوا بقى قوالب زي دي، اعملوا مثلا قالب كبير زي بتاع الكيك، زي ما انا عملت مثلا انجلش كيك، زي ما حضراتكم عايزين. يدخل التلاجة بقى يسقع، هياخد له شويه وقت حلوين، 4 ساعات ولا حاجه، اقل حاجه.
هوريكم اللي احنا عاملينه وهنطلعه دلوقتي كمان عشان هنعمل منه وصفات حلوه. اهو لازم يدخل الثلاجه الجيلاتين ده يشد مع الايه. هوريكم بقى اللي احنا عملناه، هوريه لحضراتكم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. بصوا عاملين هنا اتنين، اخد كده ايه طرف السكينه. تسلم ايديكم. ده اللون الجل وده اللون السائل عشان ما دام منال تعرف الفرق. ده اللي لونه اكتر للطبيعي وده اللون الجل. هوريه برضو لحضرتك معلش عشان نبقى ايه عملنا كل الحاجات. بسم الله. ده اهو شايفين. ونعمل هنا كمان. بسم الله. يا دوب بس من الحروف كده اسلك. بسم الله. بسم الله اهو تمام. وهنقطع مع بعض نشوف برضو القوام. بسم الله. بصوا بقى طاري ازاي. هو ده مش بقى يبقى ناشف عشان احنا عملنا نسبة جيلاتين كبيرة. لا لازم يبقى طاري كده خلاص. احنا عارفين متعارف ان البولوبيف بيبقى فيه طراوة وبيبقى فيه يعني ايه طعم زي يعني طاري كده، ما يبقاش ماسك نفسه كأنه حتة حاجة ناشفة يعني. وادي البولوبيف. احنا بقى هنستخدم من الأمامير دول نعمل بينهم حاجات حلوة دلوقتي. وهندخل ده نغطيه وندخله التلاجة دلوقتي مع حضراتكم إن شاء الله. ياخد 4 ساعات ولا حاجة يتماسك. اعملوه بقى كل ما يبقى عندكم لحمة وحاجات حلوة اعملوا بيها الحاجات الجميلة دي للولاد، هيتبسطوا بيها قوي قوي الحقيقة. وتحشوا بيها فطاير، احشوا بيها اللي انتوا عايزينه. تسلمي يا عمري. ودلوقتي بقى هنستسمح حضراتكم نستعد لاستراحة. هنرجع بعد الاستراحة هنعمل وصفة لطيفة جدا للولاد، نشوف طب نقدر نعمل لهم البولوبيف ده في ايه، في حاجة كده بيحبوها. بعد الاستراحة في انتظار حضراتكم. رجعنا لحضراتكم مرة تانية بعد الفاصل. قبل الفاصل عملنا ايه؟ عملنا البولوبيف الجميل ده. وبرضو عشان لو لسه في حد يعني منضم للفقرة بتاعتنا، ودلوقتي بقى هنعمل عجينة كده سهلة. بصوا بقى في ناس ما تسلم ايديكم يا رب، في ناس ممكن تكون ايه ما بتحب يعني مثلا عشان نشتري توست ونعمل الولاد ساندوتش ميكر ولازم الجهاز مش لازم اي حاجة. انا يعني عارفة ان الولاد دماغهم شوية الفترة دي، الجيل ده جيل مختلف شوية عننا. فكرة ان هو عايز ياكل حاجات سايحة وعايز حاجات فوق بعض وحاجات كده عارفين ايه زي اللي بيشوفوها على مواقع السوشيال ميديا يعني. على السوشيال عموما في كل المواقع الخاصه بيه. فاحنا ممكن نعمل عجينه، العجينه دي تنفع بعجينه بسيطه سواء فيها خميره او ما فيهاش على فكره. يعني تنفع العجينه دي بخميره او من غير، ينفع بقى نعملها في الفرن الناس اللي وينفع نعملها في جريل زي ده، مش بالضروري يعني لازم يبقى عندي الجهاز المكبس اللي هو فيه ساندوتش ميكر اللي بيتحط عشان يديني التضليعه دي. وفكره التضليعه احنا هنديها نفس الفكره برضو ان شاء الله تطلع معانا حلوه يعني. تعالوا نقول العجينه عجينه سهله وبسيطه نزل مقدارها دلوقتي. وهي مغذية لأن فيها نسبة لبن، عايز يحط الدقيق ويسقي العجينة دي باللبن ماشي، اللي عايز يديها معلقة لبن بودرة ويحط لها مية دافية برضو ماشي. طيب هنقول للعجينة عندي كوباية لبن دافية، معلقة خميرة كبيرة، معلقة سكر كبيرة، مع كوبايتين ونص من الدقيق، معلقتين زبادي أو لبن رايب لو متوفر، مش متوفر خلاص معلقه كبيره من الزبده ورشه ملح. الحشو بقى اي حاجه موجوده في البيت عند حضراتكم، زيتون ماشي، طماطم ماشي، صوص بيتزا ماشي. انا احط صوص بيتزا، عندي مثلا جبنه رومي، عندي جبنه تشيدر، عندي موتزاريلا، عندي شرايح طماطم، عندي اي عندي تونه، عندي اي حاجه. ان شاء الله المره اللي جايه هنعمل التونه من السمك عشان اللي عايز يحتفظ بالتونه وعشان هي بقت غاليه، العلبه بقت ب 30 جنيه دلوقتي. طيب تعالوا بينا نبدا نحط كده. بسم الله الرحمن الرحيم. اللبن ده المفروض يبقى دافي شوية، خليني معلش ايه ادفيه هنا. وخليني اخد الدقيق وعليه معلقة خميرة، معلقة سكر. العجينه دي من العجين الجميله. وانا هحط الزبادي بصراحه اهو، معلقتين بالميه اللي هي بروتين الزبادي اللي احنا اتفقنا ان احنا ما نرميهوش، دي اللي بيبقى فيها البروتين بتاع الزبادي، فاحنا المفروض ان احنا ندوبه وناخده. حلو. طيب
وبعدين هنزل كده، ناخد تقليبه بسيطه، انا مجهزه منها شويه، وارفع بقى اللبن. خلاص يا دوب يبقى فاتر، بس اهو احط صباعي فيه. تمام، بسم الله. بصوا بقى، هاخد كده شويه من اللبن، بس بسم الله، وننزل ومكعب زبده واحد. نخلط بقى الخليط ده، تعالوا نرفع، لسه ناشفه شويه، عايزه شويه لبن صغننين قوي. نونو نحط بالتدريج بس كده، يلا بينا. بسم الله بسم الله. لا لا، انا كنت حاطاه ناحيه النار شويه. بصوا بقى، حاطين دي جنبي حبايبي جدعان. اوبا، اخد كده معلقه واحده بس، بسم الله. وتعالوا بقى ايه نجهز يلا بينا. بسم الله، نرفع بقى وناخد دي. بصوا العجينه حلوه جدا، نخلي بس ده هنا والكارت ده كده، ورشه كده بسيطه. انا طبعا هسيبها لازم تخمر شويه، بس عايزه اوري حضراتكم القوام بتاعها اهو. شايفين ازاي؟ شايفين طريه وجميله ازاي؟ يعني العجينه دي من العجاين الناعمه الجميله، تنفع في كل حاجه اهو. شايفين ازاي؟ هاخدها بقى في بوله كده. جدعان. طيب هناخد بقى كده بوله، بسم الله الرحمن الرحيم، ونحط فيها العجينه الحلوه دي. وطبعا لازم تكون بوله ناشفه فيها نقطه زيت واحده، بسم الله الرحمن الرحيم. هنحطها هنا كده، وهنغطي بقى عليها، وهنطلعها بعد ما تخمر. هتبقى بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده. هنبدا نقسمها كور عشان تعمل معانا ايه سندوتشين ثلاثه، انتوا زي ما انتوا عايزين، اللي قادرين عليه اعملوه، واللي حاسين انه هيتبقى من العجين نحطه في اكياس برشه دي في الفريزر، وقت ما نعوزها نطلعها ما يجراش اي حاجه، وتبقوا حضراتكم جهزتوا عجينه جاهزه عندكم في الثلاجه زي عجينه البيتزا بالظبط. طيب هفتح بقى هنا، بسم الله كده، ايوه كده، ونطلع العجينه اهي. خليني بس ايه اظبطها كده ظبطه حلو عشان ونقطعها بقى يعني بشكل كويس، تاخد معانا ايه شكل جميل. انا بسخن، بصوا اللي هو الجريل ده، يلا بينا. بسم الله كده كده، مثلا تعمل كتير والله، وعلى حسب الحجم، على حسب الحجم اللي حضراتكم عايزينه. سووها بس هنا كده، وتعالوا ايه
ناخد حبة حبة خفيفة كده. ناخد دي مقلبوزة شوية. بصوا احشوا بقى الحشو اللي يريح حضرتك. عايزين نحط شوية بلوبيف من اللي احنا عملناهم دول، مفيش مشكلة. ادي كده المردلة، ويلا بينا اهو كده. نفتحه بس شوية كده. فاكرين لما عملنا الكاليزوني بس كان التاني من غير خميرة، للناس اللي مش عايزة حاجة بخميرة، ده بقى فيه خميرة. ندخنه بس شوية عشان ينفع ياخد معانا حشو حلو كده. حلو خلاص، وهياخد كده واحدة تانية ولتكن دي، وحتة نونو كمان اهو كده. نسيب دي على جنب ونفرد دي كمان. هنعملها وش وظهر يعني ليها كفر من فوق. خلاص هي بصراحة حلوة جدا الأمانة، والوصفة دي منتشرة جدا حقيقة، وكتير ناس بتحب تعملها، وحتى الشباب الصغيرين. فبصراحة يعني ولادي قال لي أنا عجباني جدا فأنا عملت. بس بقى قلنا الولاد الصغننين لازم نعمل لهم حاجات كده مختلفة. بسم الله. برضو أنا بسخن الجريل قوي. تعالوا بقى ناخد الحشو. عايزين ناخد الحشو ده، ناخد الأول صلصة البيتزا نعملها كده إيه كدخل ليها. بسم الله. عندكم بقى سجق، عندكم بلوبيف زي اللي احنا عاملينه. هناخد كده من البلوبيف. بصوا بقى اهي، عشان نستمتع بقى بالايه بالحاجات البيتي دي. وادي الجبنه شويه من الصوص. واحدة فلفل كده. لا حول ولا قوة، لا إله إلا الله. حبايبي انتوا والله. إن شاء الله إن عشت وكان لي عمر حاضر، أوعدكم حاضر. بصوا كده شايفين. تعالوا بقى ناخد دهنة كده من الزيت. بسم الله بسم الله. يلا بينا اجيب بس. ايوه شايفين ازاي. يعني مش شرط طبعا، الساندوتش ميكر بيبقى ليه درجة حرارة عالية فبيعمل على طول. انا بس عايز اسيبها هنا تاخد الايه الجنبين بتوعها دول اللي هي الخطوط الحلوه دي، ونعمل احنا واحدتين كمان. ايه رايكم؟ اكيد طبعا اكيد احنا مش ممانعين على فكره. ايوه ماشي. طبعا.
حبايبي هم عاملين كوشوني جو. دي يا فندم. حاضر يا فندم. نخراشي اسي مالا الحارسي قال كنت بقول كده لولادي لما حد يقع اسي مالا الحارسي قال الحمد لله. يلا بينا بصوا بقى. ماشي يا نور عيني. هناخد برضو شويه من البلوبيف. اللي عندكم اي حشو انا بعمل من البلوبيف عشان انا عملته النهارده، فاحنا عايزين يعني بصوا طري ازاي وجميل ازاي. بصوا بلوبيف بيتي. يا سلام يا سلام. ايوه بصوا الجمال ما شاء الله. ناخد بقى كام فلفلايه كده، شويه جبنه. الاجبان بقى اللي عندكم، الاجبان لما تنشف احنا اتفقنا نضربها ونحطها فين؟ في الفريزر. هتنفعنا في حاجات زي دي قوي للولاد، بالذات للولاد. تاني. واو يا خبر يا خبر يا خبر. واو ما شاء الله. شايفين؟ ها؟ وتعالوا بقى ناخد رشه كده. انا بعمل واحده تانية كده خفيفه. ما انا مش عايزه اروح بعيد قوي عشان الكم اهو حتى لو بالايد. وهنا والله حاجات جميله وسريعه، والله افكار لطيفه ومش عيب ان الواحد يعني يعمل افكار سريعه ولطيفه كده للولاد، وخصوصا ان هم بيشوفوا عايزين ده. احنا عايزين ده، كل اللي بيشوفوه يقولوا عايزين ده، بس هم ما بيعملوش حاجه غير انهم يقولوا عايزين زي ده. بصوا كده صوص البيتزا، فاكرين اللي كنا عاملينه قبل كده؟ اه يا حبايبي شايفين. وهبدا بقى اخد الكوش التاني من العجين فوق الساندوتش. شايفين الجمال؟ انتوا مش جايبين ليه على الساندوتش اللي في الطاسه في الجريل يعني؟ ايوه ايوه كده على الجريل. اللي في الجريل بعد اذنكم. ايوه تعالوا اتفضلوا. شايفين ازاي اهو؟ بنقفل بس الحروف كويس. شايفين الجمال؟ ريحه السجق طلعت يا اولاد. سوري البلوبيف. يا نهار ابيض على الجمال. حاضر يروح قلبي بس كده. طبعا ما ننساش معلقه الزيت. طبعا لو في ساندوتش ميكر احنا اتفقنا هنحطه في الجهاز على طول. خلاص طبعا كان زمان الساندوتش ميكر اسعاره كانت حلوه يعني، كان يقدر اي حد يجيبه. دلوقتي الاسعار تفاوتت بشكل كبير، فما بقاش سعره يعني، بقى سعر عالي شويه كتير، ففي ناس ممكن تتغاضى عن ده. نعمل على الجريل يعني، ماله الجريل هيقول لا يعني؟ اهو هنشيل ده ومجهزين التاني. اول ما ده يطلع حط بقى في الطبق بتاعنا. ما شاء الله. يلا بينا. نعم وهناخد نقطة زيت اللي هي. حاضر بصوا كده. حاضر الله تسلم ايديكم والله. هعمل كده هحط التاني. نقفل بس ده ياخد الشكل اللي احنا عايزينه. بس خلاص اه ده اللي خلص جميل جدا. ويعني ايه بصوا بقى حاجه كده ايه لطيفه. طيب عندي ده عايزه اقول لكم حاجه بس في الزيتون.
اللي عنده زيتون ولقاه طري قوي 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 وعايز يستفيد منه. يا جماعه والله بيتباع دلوقتي معجون اسمه معجون الزيتون، بيتباع زي برطمانات الصلصه كده، هو ده عايزه اوريه لكم. بصوا زيتون، زيتون مفروم ناعم بيوري، فنقدر نعمل ده ونحشي بيه. احنا عندنا بقى بيتزا عايزين نعملها، فطاير، حاجه مش محسوسه بالزيتون، ممكن قوي يعني. كل دي افكار اهي خلاص، عشان بس ايه اصدقائنا اللي ممكن يقولوا عايزين نحتفظ بيه بس مش عارفين، طري قوي قوي وبقى زياده، ولو صابوه اكتر من كده هيبوظ. بسم الله اهو، وادي الساندوتش التاني. طبعا اي حشو موجود عند حضراتكم حطوه، اي حشو يريحكم، ممكن يبقى خضار، ممكن تحطوا طماطم، ممكن تحطوا، بس انا حطيت صوص بيتزا لانه بيدي كده طعم حلو الحقيقه. صوص البيتزا ده من الحاجات المحببه، احنا عملناه من الطماطم كونكاسيه، وعملنا كل الحاجات دي مع حضراتكم بشكل جميل من الالف للياء، وازاي نشيله ونحطه ازاي ويبقى عندنا موجود اهو. بصوا احنا بنستخدمه طول الوقت ازاي اهو. دلوقتي بقى انا عبال ما اجهز الساندوتش التاني ده واعمل واحد كمان، هستسمح حضراتكم في بريك ونرجع نعمل شويه بلويف بالبيت كده حلوين، مستنيه حضراتكم بعد الاستراحه. رجعنا لحضراتكم مره تانيه بعد الاستراحه، وبنعمل بقى واحد كده مليان اجبان شويه، وايه وطلعنا الاثنين اللي فاتوا. بصوا كده اهو، وادي البلويف اللي احنا عملناه وحشينا منه النهارده، وطبعا موجود كمان في العرض. بصوا الكميه دي حلوه، عملت كميه حلوه الحقيقه. وادي ساندويتش، ده وهنشوف كده ايه الظهر هنا. تمام، تعالوا بقى ايه نسخن، لا لسه شويه، هنسخن بقى هنا طاسه كده معانا. بسم الله الرحمن الرحيم، نعمل فيها شويه البلويف دول اهو. لا دي حلوه يا ولاد، عايزين دي جميله. ايه شوشو انت جعانه؟ اكيد انا عارفه، بتقولي لو طاسه اكبر بقى يا شيف، يعني اعمل اكبر من كده اروح فين؟ انت قصيت بقى قصه ومن ساعتها انا مش عارفه اكلمك خالص. طبعا بوجه الشكر برضو للمصور اللي موجود معانا في القناه عبد المولى، بجد بيصور صور جميله، ودايما بننزل الاطباق اللي حضراتكم بتطلبوها او الوصفات، عشان الاطباق اللي احنا بنعملها في الحلقه في ناس كتير بتبقى عايزه تشوف شكل الطبق، وانا الحقيقه ببعته لحضراتكم. معانا استاذ احمد من الجيزه، اهلا وسهلا. مساء الفل، اهلا بحضرتك يا فندم. انا بحييك النهارده عشان حلقه البلوبيف بالذات. اشكرك اشكرك. طب حضرتك قول لنا وجهه نظرك. انا من عشاق البلوبيف، فانا ببقى راح اشتريه ان دام تمنعني ان اشتريه. ليه؟ تقول لك لا ده اكل قطط. انا مبسوط قوي ان انت علمتينا ازاي نعملها. الله يخليك، ان شاء الله انا اللي هعمله بقى بنفسي ان شاء الله. ان شاء الله يا فندم. انا ماليش دعوه بالمدام، انا اللي هخش واشوف الطريقه واجيبها كده واقعد اعملها ان شاء الله. وتحياتنا لحضرتك وللمدام، ويعني على راسنا من فوق يا فندم. انا بحييكي وانت شيف عظيمه يا الله يخليك. الله يخليك يا فندم، شرف ليا والله مداخله حضرتك. تحيه ليك ولاسرتك جميعا يا استاذ احمد. شكرا ليك يا فندم، شكرا لحضرتك. بصوا كده نقلب بقى الناحيه دي، وده بس ملظلظ شويه. ندى متوصيه بينا، انا قلت لها يا نودي ساعديني، فدخلت ساعدتني في ده، فطلع جميل كده عشان يمط. حاضر. انا ماليش دعوه، البتاع ده مش بتاعي، انا بقول اهو. اه ما هي نودي حطت ايديها الحلوين، ما انا اللي قلت لها ساعديني. بصوا كده هنبدا بقى، انا بسخن الطاسه، هناخد بقى البيض القمر ده. تعالوا نتاكد الاول البيض سليم، عشان انا بخاف من البيض قوي. طبعا البلوبيف الجميل ده هناخده كده، ومعانا مكعبين حلوين زبده. بسم الله الرحمن الرحيم، يا نهار ابيض. وهننزل بقى البلوبيف، شايفين طري جميل ازاي؟ بسم الله، نديله تحميره الاول كده لازم. كده وبعدين معلقه كده هنحمره الاول، وهنزل فيه البيض، بيضه بيضه. بسم الله، وش هرفع كده عشان لو لا قدر الله في بيضه منهم مش مظبوطه ما تبوظليش باقي الايه الخليط. حتى والله في الكيك بعمل كده، يعني بقول هي فرصه. ومعانا استاذ احمد من الاليوبيه، يا اهلا وسهلا استاذ احمد. عليكم السلام ورحمه الله، اتفضل يا فندم. اهلا وسهلا. عايز اعرف الصيف اللي لسه
ايوه وعايزه اعرف رز بلبن. حاضر يا فندم من عيني. حاضر يا استاذ احمد. والرز بلبن يا ولاد هننزلها حالا لحضرتك. بسم الله ناخد بس كده، عايزه بس اديله رشه فلفل خفيفه ورشه ملح. عملناها في رمضان. بيسالوني عملناها قبل كده. حبايب قلبي انتوا والله. بصوا بقى شويه بلوبيف بالبيض. ماشي. نجرسكو عموما عايزه مكرونه سباكيتي، وحضرتك لازم تسلقها، والمكرونه ما تكونش مسلوقه بنسبه كبيره، يعني تتسلق بنسبه مثلا 80%. بتاخد 9 دقائق على النار في ميه وملح ومعلقتين زيت، وبعدين بنعمل الصوص. الفراخ، الفراخ بتتقطع، حضرتك تقدر تحط معاها فلفل الوان. بنشوح الفراخ الاول. الفراخ لازم تاخد ملح وفلفل وبهارات فراخ، وتاخد شويه من الزعتر وتتشوح حلو. وبعدين عايز بقى تضيف عليها توم باودر، بصل باودر، حاجه بسيطه، يا اما فص توم واحد اللي يريح حضرتك. هنشوحها الاول وننزل معاها فلفله حمراء، فلفله صفراء، فلفله خضراء لو بتحب بالفلفل، لو مش عايز خلاص. وبيتحط معاها مشروم كمان للي بيحب، يعني يا اما يحطوا مع الفراخ مشروم، يا اما يحطوا معاها الفلفل الالوان. وبعد كده بنبدا بعد ما بنعمل الخليط الحلو اللي هو خاص بالحشو، بنجهز بقى الصوص الخفيف اللي احنا هنحط معاه النجرسكو. هو زي البشاميل بالظبط، لكن بنحط 3 معالق دقيق كبار و3 معالق زبده او سمنه على حسب الماده الدهنيه. المعلقه الدقيق قد معلقه الزبده، حاجه تحط 4 معالق تحط 4 معالق زبده وهكذا. والثلاث معالق دول بياخدوا لتر وكوبايه لبن عشان تطلع جوسي وحلوه. بنبدا ناخد جزء من المكرونه دي بنعمله بالخليط بعد ما يتماسك معانا الصوص. الصوص بيتحط له ملح، فلفل، شويه بهارات اللي هي السبعه، ورشه من جوز الطيب. لو عند حضرتك كريمه عايز تحطها الطعم بيها، او كوبايه قشطه، مفيش مشكله، اللي يريح حضرتك. هنخلطهم مع بعض، نحط جزء في النص والحشو في النص، ونبدا باقي المكرونه ونصب عليها الصوص. ولازم شويه جبنه حلوين من فوق، سواء شيدر مع موتزاريلا او موتزاريلا بس، زي ما حضرتك تحب. تدخل الفرن. ده بالنسبه للنجرسكو. الرز بلبن اهم حاجه فيه يكون اللبن من عند اللبان، واللبن ما يكونش اتغلى علشان توصل للوش المكشكش اللي احنا بنلاقيه عند اللبان. احنا هنغليه بس هيتغلي مع الرز. فانا هاخد، هقول لو نص كوبايه رز هاخد عليها لتر وكوبايتين من اللبن. تاخد لتر ونص لبن. انا في الاول مش هحطها في اللبن، هحط مع النص كوبايه دي حوالي كوبايتين ميه، وهبدا على النار اخدهم شويه شويه مع التقليب لما يبدا يتشرب ويبدا الرز ينفش. وبعدين نبدا نضيف عليه اللبن الحليب اللي احنا جايبينه من عند اللبان، ما اتغلاش. هنحطه ونبدا نقلب نقلب لحد ما يبدا يحس ان اللبن بدا يغلي ويفور معانا. هبدا بقى انزل السكر بتاعي حسب الرغبه والفانيليا علشان يبقى القوام تمام. طب لو لقيت القوام خفيف ممكن معلقه واحده نشا هدوبها في شويه لبن او ميه، وهضيفها وهقلب الخليط لما يوصل للقوام اللي حضرتك تحبه. معانا مين؟ معانا استاذه منى من اسكندريه. يا اهلا وسهلا استاذه منى. اهلا بيكي يا فندم، ازاي الصحه؟ الحمد لله تمام يا رب دايما. انت ممكن كنت عايزه اسال بس عن، انا عايزه اسال بس عن المكرونه البشاميل. حاضر من عيني، وانا لسه قايله الصوص والله ينفع ليها، بس انزلها لك من عيوني الاثنين. حاضر حاضر، عشان الحشو يا مدام منى، وشرفتيني ونورتيني. خليني بقى ايه اقلب البيض ده مع البولوبيف على النار، ويلا بينا نزل المكرونه بالبشاميل. يا اولاد المكرونه بالبشاميل على الصاج بتاعنا، قلت البشاميل دلوقتي، بشاميل زي ما انا قلته، 3 معالق دقيق على 3 معالق سمنه او زبده، مع لتر وكوبايه من اللبن، وهحط ملح فلفل بهارات رشه جوز الطيب. ده الصوص الابيض، عايزه تدعمي بكريمه حطي، مش عايزه خلاص. طيب نيجي بقى نتكلم عن الحشو. اللحمه، الحشوه ليها نوعين، في نوع من الناس بيحبوا مدي شويه طماطم او صوص او صلصه محمر يعني، او بيحبوه على الصاج فاتح على لونه عادي. البصل المفرومه مع اللحمه مع الملح والفلفل والبهارات، رشه جوز الطيب لو حبيتي، وتمام. هنعصج اللحم والمكرونه اللي بنسلقها
بملح ومعلقتين من الزيت، وطبعا بناخد المعيار بتاع المكرونه ده نحط نص كميه البشاميل نقلبها فيه وناخد نصها في البايركس. في نقطه بقى للناس اللي بتشتكي انها بتلزق، هناخد من البايركس ده مسحه من السمن او من الزيت ورشه بقسماط ونبدره من تحت عشان ما تلزقش، في ناس بتشتكي. وناخد بقى نص كميه المكرونه، نحط الحشو في النص، نص كميه المكرونه الثانيه، ونصب صوص البشاميل من فوق. في ناس بتاخد جزء منه تضرب معاه بيضه، لازم تحطي معاها فلفل او حاجه عشان الزفاره، او بتحط جبنه وما بتحطش البيضه، فزي ما حضرتك تحبي واللي انتم متعودين عليه اعمليه. وادي كده البولوبيف وانا هبدا اقدمه دلوقتي. بصوا بقى كده شوية بولوبيف حلوين برضو، بصراحة البولوبيف ده جميل. اعملوه بقى، وانا عايزة اعرف يعني اراء حضراتكم ايه، وخليني كده اجرب هنا. عايزة اقطع دي. دلوقتي احنا هنستعد كمان علشان هنطلع الاستراحة ونقدم مع حضراتكم الفقرة الطبية، وان شاء الله تلاقوا اجابات لكل الاسئلة اللي حضراتكم عايزينها بإذن الله. بصوا عشان تبقوا شفتوه. تسلموا يا حبايب قلبي. وادي البولوبيف هنقدمه هنا. يا سلام، انتوا حاطيني بصل اخضر؟ ماشي. ماشي اوكي. بسم الله. شوية بولوبيف بالبيض. يا نهار ابيض. اهم. وبصوا بقى بالمقص كده خفيفة البصل الأخضر. روعة. يلا بينا دلوقتي بقى نستسمح حضراتكم ان احنا نطلع لفاصل عشان نستقبل الفقرة الطبية، في انتظار حضراتكم بعد الاستراحة.